على الشاشات المصرية في إعلامي بجد مالي مركزه، إعلامي بيعرف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، إعلام رياضي صحيح إن هو شاب إنما اكتسب مساحة مهمة جدا في السنين الأخيرة. إبراهيم فايق دايما عنده انفرادات، دايما عنده حلقات مهمة، دايما عنده سكوبات، عنده أخبار بتتقال أول مرة بيعرفها المجتمع الرياضي، ودي شطارته. بس عنده مشكلة إنه كل شوية يمضي على وصل أمانة لرضا عبد العال. ده حقيقي. معرفش كابتن رضا عبد العال يعني كلامه بيحيله ان هو لازم يعلن مع التحدي ويراهنه على مبلغ عشان راي او فكره او حاجه. يعني اول رهان كان ما بينهم كان قبل دخولنا كاس العالم، ومضى على وصل ان هو هيديله فلوس. والحقيقه انه كابتن رضا عبد العال هو اللي كسب الرهان، وما بيتعلمش ابراهيم فايق. من كام يوم كان معاه كابتن رضا عبد العال والكلام اخذ وعطى، وبعدين اتكلموا على بطوله الامم الافريقيه، وطلع رهان جديد ووصل امانه جديد، والمبلغ يوجع جدا. احنا اتراضينا على كام المره اللي فاتت؟ 100,000. طيب انا هعلي عليك المره دي. ما بلاش، اسمع مني، اصلا مش هدفع المره دي. ايهاب جلال انت عارف ايهاب دفيع، قال لي تمضي معاه على 200. لو مين هيدفع لي انا؟ ايهاب هيدفع لك. لا انا بقول لك احنا هناخد البطوله. هو انا بقول لك مش هناخد البطوله، ممكن نوصل للنهايه بس مش هناخد البطوله. اديني بقى اماره. اذا كان احنا كنا بنتكلم على كوبر اللي ما كانش عاجبك، فجاء اجيري. طب ودلوقتي هو عاجبك كوبر؟ ثانيه واحده بس. لا خلاص بقى، كوبر راح لحاله. طيب دلوقتي عندك اجيري اسوأ من كوبر. لا حرام عليك بقى، حرام عليك. وانا بقى بقول على واحد من الصحابه هنمضي وانت حضرتك هتمضي. معاك قلم ولا الاول؟ لا جاي الحلقه من غير قلم اهو. ابراهيم بس اكتب بتاع اهو يا استلام. اصل انت اللي انت صالي استلام نقديه، انا حاسمهم مع ايهاب. لا 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 لا، انا هاخد بتاعي. زود شويه بقى 500,000. امضي بس الوصل بتاعك الاول. طب ماشي، طب مين اللي هياخدهم؟ انا هاخد بتاعي. ماشي ماشي ماشي. امضي. طيب 500,000 جنيه صح؟ رضا عبد العال؟ لا. ايه؟ رضا محمد. رضا محمد عبد العال. ابراهيم فايق. اهلا يا كابتن. اهلا، ازيك؟ السلام عليكم جميعا. اتفضل ابراهيم فايق. شكرا. على قد ما انا معجبه بادائك وانفراداتك وشغلك على الشاشه، الشغل المحترم.